سلام سلام، سمحوا لي. في المفروض أنه الحلقة خاصها تحط البارح، ولكن ما قدرتش نحطها. فهاد الحلقة ديال اليوم ديال سناء غادي تبرد لكم من الفقصة ديال الشماتة والدل، وغادي تعطيكم الأمل. ويا على التعليق ديالكم اللي فيها توقعات الأغلبية باللي أنه سناء سمحت لذاك الشماتة وباللي أنها رجعت معاه. أجوا عطوني ودينتكم وسمعوا شنو غادي يوقع معاه. فإذا ما شفتيش الحلقة نتاع البارح ضروري خصك تمشي تشوفها باش تقدر تفهم شنو غادي يطرى اليوم. فخلينا هالبارح فغادي يقطع لي عاوتاني وأنا ما درت لي حتى شي حاجة. صافي، من تما دويت لمو وقلت لها قولي لولدك يطلقني ولا رجوع في هذه الكلمه. لا وهذه وراه معصب فلان حيتاش ما قدرش انه يجيبكم. تلاقى السما مع الارض، انا بغيت نطلق من ولدك. قالتها ليه ورجعت يهضر معايا وقلت ليه نطلق وانا غادي يقطع ليا التليفون. امو بدات كتهضر معايا غير باش توصل ليا الهضره، اما هي من قبل كنت كنضل كندوي ليها وما كانش كتجاوب، وعمتي كتقضي لهم في المصالح ديالهم وما كتخلي ما كتقاد لها في المقاطعات، ومع اختو طلقات من داك اللي كانت مزوجة به في المغرب فتزوجات بوحدة اخر. تما صايبنا لها ليكارت ديال الدعوة اللي غادي تصفت للناس واللي كانت على حسابنا، صايبنا لها جلالب لراجلها على حسابنا، وصفتنا لهم الحلوة كذلك ومثال. عمتي قال لي راجلي غادي نحل واحد الشركة هنا باش انه ندير انا الفلوس تيدخلوا ويخرجوا ونجيب سناء مع ولدنا. غادت عمتي مسكينة على نيتها غادي تصفت ليه 6 ديال المليون اللي عطاتها لواحد السيد في المغرب، وخوه اللي في اوروبا غادي يعطيها لراجلي تما بالاورو. دوك الفلوس تخيلوا معايا ليومنا هذا ما عرفناش فين مشاو، حيت لدابا ما رجعهمش لعمتي، ما عرفناهمش اصلا فين مشاو، وما كاينه لا شركه ولا حتى شي حاجه. المهم بقيت كندوي انا امو وطلبني لا ما تطلقوش، وكانت كتجاوبني في البلاصه ما كانتش كتعطلني. وصلت واحد الوقيته بديت كنتعرف على ناس في ديك المدرسه اللي دخلت ليها وبديت كنخرج معاهم وكنبدل الجو. واحد الولد كان تيقرا معانا تما، امو من اوروبا وباه كان مغربي، وحتى هو كان داير نفس الشعبه على اساس انه غيمشي يخدم بها في اوروبا حيت فيها الربح، وهو اصلا عنده الجنسيه وتزاد اصلا تما. صافي بقينا تنهضروا وتنخرجوا وتحيت معاه بزاف، وعمره ما تبسل عليا ولا قال لي شي حاجه، مع العلم انه خاطب وكان يلا تفرق معاها حيتاش ما كانش باغيها، بحال خطبها وندم وبقى معاها حيت كتبقى فيه. فغادي تفرق معاها وبديت انا كنعاود ليه حكايتي. قال لي شوف يا سناء، هاد السيد على حساب هاد الشيء كامل اللي عاودتي ليا دابا راه عمره ما غادي يديك، واذا بقيتي انت وياه حياتك هكا غادي تبقى كلها. ماما كتقول لي سيري تفرقي معاه، عيشي حياتك سناء، تعرفي على ناس وخرجي وديري مستقبلك، راه حياتك تضيع، احلى ايامك اصلا ضاعت. صافي غادي نقول لعمتي وماما وبابا بلي انا بغيت ندفع الطلاق. بابا كان رافض ما بغاش، قلت لهم والو نون كحل عيونو انا بغيت نطلق. فانا صافي رسميا قلتها ليه وصفت ليه ميساج راه بغيت ندفع الطلاق فلان، ما بغاش وبقى كيطلب فيا وكيزاوق فيا، كيبكي الليل ونهار وتيقول لي راني ما تنعش، وكيصيفط لي ميساجات مع 4 ديال الصباح، وانتيا بغيتي تخرجي عليا والله حتى ننتقم منك والله حتى ندير ليك. هذا جواب بالنسبه للناس اللي قالوا لي البارح في التعاليق باللي انه خليته يدير فيا ما بغى. في الاول ولكن في التالي الدوره كدور. قلت لي واخا شنو دير انا غادي نطلق، وانا ما نكذبش عليكم، بحال بديت كنميل داك الشاب اللي كنت كنعاود ليه حياتي، وحتى هو حسيت باللي انه حتى هو بحال تيميل ليا، ولينا كنخرجوا وكنجلسوا في القهوه واخا ما كانش بيناتنا شي حاجه من غير صداقه. المهم غادي ندفع الطلاق، وعاد استوعبت انني خرجت على راسي وعلى ظهرنا وتحديت العالم وحبست قرايتي على قبل الشخص ما كيستاهلش، وماشي حتى في المستوى ديالي، ماشي ماديا ولكن فكريا وثقافيا، ولا في التربيه ولا حتى في الدين، لا هو لا عائلته ما تيخافوش الله وما تيخافوش باش انهم ياذيو الخلق. الوقت الكل اللي كنت انا مزوجه به والديا ما كانوش عايشين، تعديت عليهم وكرفصتهم معايا. مع عائلتي ما كنت مخصوصا حتى شي حاجه، عمرهم اصلا ما خلاو ليا ولدي محتاج ابدا، تعذبت وكل نهار كنت نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن قبل ما نطلقو مرمدتو مزيان فاش عرفت باللي انه نادم على اللي دار ليا، خديت منه حقي كامل عاد طلقته. كان كيجي من الخدمه مع 8 ديال الليل وكيبقى كيرغب وكيزاوق باش اننا ما نطلقوش، وكنخليه ياخذ امل وكنعاود نقول ليه لا، وكيبقى تيبكي حتى 4 ديال الصباح وهو خدام مع 6 وكان خصو يخرج. خليته انه لدرجه يبوس ليا في رجلي وما رجعتش ليه، وعطيته بالعاني امل باللي انني غادي نرجع ليه. في الاخر سمع باللي انني مع واحد اخر وجا كيغوت في الدار وجرت عليه ماما، وهنا استغليت الفرصه
عايرته بزيان بكل ظلم دوز عليا، وقلت ليه سير يا المدلول من تما غادي يرجع في حاله، وعمره مازال باقي يرجع للمغرب. انا صراحه ماشي شريره وماشي من طبيعي هادشي كامل، لكن فاش حكمت قلبي في يدي بعد ما دوز علينا كامل العذاب نفذت الخطه ديالي اللي ما كنتش اصلا ناويها. انتقمت غير باش انه نبرد بلا ما يبقى فيا ولو الثانيه، والله ربي شاهد على هضرتي وبراس والدي يا ولادي الا انتقمت منه ورديته كيف الكلب حاشاكم، لدرجه انه كل شيء عرفوا بلي انه تابعني وضعاف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وفي الاخير خليته مدلول ومشوه عاد طلقت به. اما نهار الطلاق ديالي موجات جلسات حدايا في المحكمه، وفاش خرج لي الطلاق في 2017 بدات كتبكي. سولوها الناس علاش كتبكي يا فلانه، قالت لهم حيت هاد البنت سناء عمرها من نهار تزوجات بولدي ما زادت فيها الراس ولا قالت لي شي كلمه ديال العيب، شحال من مره قصحت معاها الهضره وعمرها ما اذتني، وولدي معمر ما كان في المستوى. هكا قالتها بهذا اللفظ، ولدي ما تحملش المسؤوليه، وانا تنقولها في خاطري حتى انت ما خليتي ما درتي فيا. هنا غادي تسالي قصتي معاه ومع عائلته نوعا ما، ومشى في حاله بلا ما يعطي النفقه اللي خرجت ليه المحكمه، وامو كانت كتجي كل عام وما كتطلش، واذا طلات كتلوح لولدي 100 درهم وكتمشي، كتجي عند اختها ما كتخلي ما كتجيب ليها، وولدي اصلا ما محتاجش ليهم، دارنا ما مخصينو من حتى شي حاجه ولله الحمد، ولكن على الاقل انت جداه فرحيه. اما هو فاش طلقني طلق حتى ولده معايا. المهم هنا غادي تبدا مرحله واحده اخرى، المرحله ديال التمرد على راسي، غتبدا مرحله واحده اخرى اللي كندم عليها اليوم، ولكن الحمد لله. فاش غادي نولي مع داك الولد اللي تعرفت عليه وبدينا كنتلاقاو وعرفتو على دارنا اللي بغاوه لواحد الدرجه ما كتصورش، فرحوا بزاف. عمتي غير هي شافت وجهه ارتاحت وقالت لي ما تفلتيش يا سناء، اداني لدارهم وعرفني على باه وعلى امه وكبروا بيا وبغاوني ودخلت لخاطرهم، وقالوا هذه هي البنت ظريفه وباينه بنت الناس. هو قال لي انا غادي نمشي نخرج في حالي باش انني نقد اموري للخارج. هنا قلت الله يا ربي عاوتاني واحد اخر غادي يخصني نساينو ونفس القصه غادي تعاود عليا. فانا مع كنصرح والديا قلتها لماما وبابا، قالوا لي ماشي مشكل هذا الولد راه ولد الناس غير سمعي لينا. بقيت معاه واخا راه كانوا كيطراو نقاشات بسبب شي تصرفات كنت كنديرهم ماشي هما هادوك، كنت كنغوت عليه ما كنتعاملش معاه بحال الاخر وما كنديرش ليه الحساب، وبحال ولات عندي ثقه زايده بحال اللي داز عليا اثر عليا اكثر. ما احترمتوش في شحال من حاجه، وهو كان مشى لاوروبا باش انه يخدم ويدير مستقبله عادي يجي يجيبني، غادي يطلب مني باش نديرو العقد قبل ما يمشي. انا رفضت، قلت ما غاديش نعاود نفس الخطا، سير فلان حتى تبني كل شيء حياتك واجي ديني معاك. في ديك الوقت غادي يطرى ما بيناتنا مشكل، ما بقيناش تنهضروا، هو بالنسبه ليه كانت فتره وغادي نتصالحوا، ولكن انا في داك الوقت مشيت تعرفت على شخص واحد اخر. هذه مرحله خايبه ولكن ضروري خصني نعاودها لكم. تعرفت على شخص واحد اخر، بقيت كنهضر انا وياه وتعلقت به وليت باغاه، مع العلم باللي انه ماشي في المستوى، ما خدام ما ردام، وانا اللي كنت كنعطيه الفلوس اللي كانت يعطيني بابا، وليت كنتلاقى به وكانت يشرب مره مره حتى للاسف غادي يزيدني معاه للهويه، وليت كنشرب معاه. جا دخل داك الولد اللي خاطبني من اوروبا وغادي يعرف باللي انه كنت مع داك نعيطوا عليه الشمكار الله يعفو عليه، وقلت ليه باللي انه انا ما تليتش باغاك، ما تليتش باغ داك الشاب اللي جا من اوروبا. بكى وما خلى ما دار، مشى هضر مع بابا ومع ماما وقال لهم راه سناء ها شنو دارت، غوتوا عليا دابزوا معايا، ما خليت ما قلت لهم عاوتاني ودرت فيهم. وانا داك ولدي كان عنده 7 سنين وكان تيقرا، ولا الاخر تيجي عندي حتى لحدا الدار غير تيشوفوا بابا ما كانش كيقدر كيهضر، كان كيصبر وما تيقول لماما مسكين حتى شي حاجه. اما بنت عمي عيات مسكينه ما تغوت عليا، ما عندك ما ديري به، ما كيسواش راه غير كيستغلك. كاع ولاد العائله جاو تيقنعوني وانا والو، ما كتبان ليا حتى شي حاجه من غيره. اما ديك عمتي اللي بحال ماما خلاص كانت باغا تسطى، كتشوفني كنضيع ولد الناس الراجل ونص وكتابعه غير داك الشمكار. هاد الاخير اللي حصلتو انه تيهضر مع البنات وسمحت ليه، حيت ماشي كنت كنبغيه ولكن تعلقت به لدرجه كبيره وما قدرتش انني نستافد من التجربه اللي دازت عليا. كان تيضربني كيسبني والترفيق، والعصا اللي عمرني ما خديتها من عند والديا في حياتي غادي ناخذها من عنده. واحد المره جا عندي قال لي سناء بغيت نقول لك واحد الحاجه. شنو هي؟ واسمعوني دابا مزيان على مسخوط الوالدين شنو دار ليا.
قال لي راه كاينين واحد البنات لاباس عليهم كيبغيو ينشطوا كيجيبوا بنات معاديين الفيلا ديالهم وتيبقاو كيشطحوا معاهم وكيعطيوهم 1000 درهم الليله. شنو هو؟ اذا بغيتي تمشي راني كنعرف واحد البنت كتمشي لتما، انا غادي ندوي لك معاها باش تديك. واخا غير تيشطحوا ياك؟ اه غير كيشطحوا. وكيفاش تيشطحوا؟ تيشطحوا ما بيناتهم، ولكن راه كاين الشراب وانت راك كتشربي معايا. اه واخا، قال لي كل نهار سيري وبديت تجيبي 1000 درهم. مشيت فعلا مع ديك البنت اللي عرفني عليها وما قديش نقول ليه انت اصلا فين كتعرفها. جا واحد الراجل هزنا بالطوموبيل ودانا وانا ما دايه معايا لا حوايج ولا والو لانه ما كنتش عارفه. ديك البنت هي اللي غادي تعطيني الكسوه ديالها، لبستها ليا ودارت ليا الماكياج. جا واحد الخليجيين تيوقفوا فينا، فاش موقفوا علينا بحال انا تصرفقت. في الاول ما عرفتهمش بلي انهم من الخليج حتى هضروا، ولكن ما عرفتش بالضبط من دوله من الخليج لانهم كيتشابوا. بقاو كيشوفوا فينا وكيختاروا ما بيناتنا، حاشاكم بحال الحيوانات، اجي انت هنا وانت هنا. مشينا وسولت ديك معايا وسولت ديك اللي معايا شكون هما هادو. هادو هما اللي غادي يجلسوا كيتفرجوا فينا وحنا غادي نبداو كنشطحوا. اويلي كيفاش غادي يتفرجوا فينا وانت قلتي لي بلي انه غير البنات اللي كيشطحوا ما بيناتهم وتيبغيو ينشطوا؟ قالت لي لا، ها شنو كاين وها شنو كاين، فما بغيناش نقولوا لك من الاول. اه هو صيفطني عند هادو؟ ياه والله الا تيبغيني. قلت انا بغيت نمشي في حالي، مشيت طلب داك اللي جابني وغادي يغوت عليا، وتخيلوا معايا غادي يسبني بجميع انواع الشتائم اللي ممكن انكم تخيلوها. الله يا ربي فين وصلت راسي، واش انا ديال هاد الشيء؟ البنات تما هاللي كتكمي هاللي كتشرب هاللي مقرقبه وكيهضروا بواحد الاسلوب اللي ما عمرني ما سمعته في حياتي. المهم بقينا جالسين تنساينو حتى جات واحد المراه الله يكثر خيرها، كانت تما كطيب لدوك الخوالجه. انا بديت كنبكي عليها وتنقول لها بلي انا لا ماشي ديال هاد الشيء، ها شنو داروا ليا وشنو قالوا ليا. قالت لي بنتي صبري، انا ما غاديش نخلي حتى شي حد انه يقرب ليك. اوي علاه يقرب ليا؟ على هادشي مازال فيه التقراب. اييه راه ملي تيساليو السهره اللي بغى شي وحده كيعزلها وكيديها وتيدير معاها اللي على بالي وبارك اللهم عافينا. قلت ليها لا والو، دابا انا نخرج، انا ما نقدرش على هادشي. انا اصلا فاش شفت دوك الخليجيين بانوا ليا شي رجال كبار من حتى من جدي، ما دوزيهم حتى بجغمه ديال الماء. المهم هو هبطونا لديك السهره والبنت اللي معايا كتقول ليا شربي شربي. شنو غادي نقول لكم، بقيت تنشرب وتنبكي وهو غادي يجي يجلس حدايا. واحد تخيلوا واحد جاي هو ولده كيتخيروا في البنات، وهاد ولده غادي يجي يجلس حدايا يسولني مالكي علاش كتبكي، انا راه ماشي ديال هاد الشيء اخويا. والبنت الاخرى اللي حدايا كتنغزني وكتقول لي ما تقوليش لي هاد الشيء. قلت ليها انا ما باغياش هاد الشيء، غبزو عليا. غايقول لي صافي صافي اجي طلعي معايا. فين غادي نطلع معاك؟ لا اجي طلعي معايا عند الخدامه باش نهضروا. فمشينا جلسنا معاها وبدينا كندويو. سولني انت يا منين، انا ديك الساعه كنت شربت ويا ربي تسمح لي كنت شربت، وبقيت كنعاود ليه شنو طرا ليا مع الزوج ديال الليل ساعتين وهو تيسمع ليا. قال لي شوفي يا بنت الناس، انا منين بنتي ليا هنا الا وانتي من بنات الليل؟ لا 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 انا عمرني جيت لهاد البلايص واصلا ما كنعرفهمش. قال لي راني لاحظت بلي انك اصلا ما كتعرفيش حتى ترقصي بحالهم. شوفي هاد الشاب اللي صيفطك لهنا تفرقي عليه، واذا بغيتي تبقاي انتي الخليله ديالي ونبقى نصرف عليك ونعطيك اللي بغيتي. قلت لي لا 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 انا ما عجبانيش هاد الحياه، انا اصلا ما محتاجاش الفلوس، بابا كان حبسهم عليا غير حيتاش كنت كنعرف هاد الشاب. قال لي اللي غادي نضمن لك دابا سيري جلسي حدا الخدامه وحتى الصباح وغادي نصيفطك، غير هو عافاك ما تصيفطناش مع داك اللي جابني راه شنو دار ليا. قال لي انا غادي نعطيك فلوس، حيت هو قال لي انا غادي نعطيه فلوسك حيت هو اللي كيتخلص وغادي يعطيك من بعد، وراه ما غاديش يدوي معاك ولا يقرب ليك. انا ما بغيت لا فلوس لا والو. لا لا هذه اعتبرها هديه من عندي وتقدير انك ما بغيتي حتى شي حاجه. بقيت مع ديك السيده وكل خيفانه حيتاش كتقول لي راه مره كيدخلوا علينا البوليس، وانا تنقول يا ربي فين غادي نحطو جهي مع بابا اذا مشى حتى ساق لي الخبر، هذا الشيء غادي يطيح فيه الا وقفتو. وصل الصباح وعيت للخدامه غادي يعطيها 2000 درهم، قال لي اعطيها لديك البنت. فشديت ولا اضطريت اني نشد دوك الفلوس وجا يسلم عليا وقال لي خلي لي الرقم ديالك نبقاو على تواصل. قلت له غير سمح لي راك ما غادي توصل معايا لحتى شي حاجه، واذا كان قصدي شريف لا، حيت انا اذا بغيت نتزوج غادي نديه ولد بلادي، انا ما جيتش لهنا على هذا الشيء.
انا عارف عارف وكل شيء واضح باللي انك انت ماشي بنت هذا العالم وما جيتيش بالاراده ديالك وما كنتيش عارفه. بست ليه راسو بقوه الفرحه وقلت ليه الله يرحم لك الوالدين حيت عتقتيني. مشيت عيطت لذاك الشماته اللي صيفطني ودير راسو بلي انه كيبغيني وباغي معايا المعقول. ما خليتش ليه بالسبان، بدا كيرغب فيا وسمحي ليا وراه هادشي اللي قالت ليا فلانه وانا راني ما كنتش عارف وهو كان عارف كل شيء. هضرت مع ديك البنت وقالت لي منين تيديرها بحال هكا انا غادي نقول لك الحقيقه. هو راه كان عارف كل شيء وكان اصلا خارج الطريق ومره مره كيعيط ليا وكيقصر معايا وتيقول لي حتى هي بغيتها تولي بحالك وبما انها كتبغيني اللي قلت لها غادي ديرها باش انا ناخذ لها الفلوس. تفرقت معاه بلا ما نفكر، بقى كيصوني عليا وغادي ندير لك الشوهه وغادي نفعل لك وغادي نترك لك. تفرقت معاه وما تسوقش الهضره ديالو ومشيت جلست اسبوع في الدار كنرتاح مع راسي. تخيلوا دازت شهر وغادي صيفط ليا ميساج، شكون داك الشاب اللي اصله من اوروبا وكان تيقرا معايا، كي دايره لاباس بغيت نسول فيك وصاف. صونيت عليه وبديت كنبكي، بديت نبكي حيت استوعبت شنو درت في راسي وندمت عندمت اكبر ندم. مالكي؟ عاودت ليه كل شيء وبلي دابا راني وليت مدمنه على الشراب وما نقدرش نقطعو. واذا جلست في الدار كانت تعصب حيت ما يمكنش نشرب. جلست يبكي معايا وقال لي صافي انا غادي نجي للمغرب. قلت ليه صافي اجي انا راني محتاجه ليك كسند اولا غير كاخ، حتى اذا درتي حياتك انا محتاجه ليك غير عادي وصافي. جا المغرب عندنا للدار شافوه والديا ما قداتهم فرحه، بدات ماما كتبكي لانهم كانوا حاسين باللي انه هذا هو ولد الناس اللي يصلح ليا. هادشي علاش نقول لكم باللي انه تبعوا والديكم واللي قالوها لكم خصكم ديروها لانها في غالب الاوقات تكون صحيحه. شافوه وفرحوا وقال لهم راه سناء اللي قالت لي اجي. ويلي ياك وسمحتي في خدمتك وجيتي على قبلها؟ ما خلى ما جاب الماما وبابا من هدايا. والديه كانوا تيسولوا عليا حيت شافوني وجيتهم ظريفه ومربيهم هدنا. المهم هو غادي ياخذ الاد من والديا، عافاك بغيت نخرجها تفوج واحد شويه هي ولدها. ولدي اللي كان كيحماق عليه غير كيشوفو كيبدا كينقز. قال لي بابا صافي واخا، دار معاه الوقيته. خرجنا وجلسنا في واحد القنت حطيت فيه ولدي كيلعب وبقيت كنعاود ليه شنو داز عليا وبلي انه ما تنقولش لك هذا الشيء فلان باش انني نرجع معاك ولكن بغيت اللي يوقف معايا حيت حتى شي حد ما عارف شنو خباري. قال لي عرفتي شنو غادي نديرو؟ العشيه انا غادي ندوي لماما وغادي نقول لها تقول لوالديك بلي انك غادي تمشي تباتي معاها. فعلا عيطات لماما وقالت لها عافاك لالا فلانه خلي سناء تجي تبات معانا وما تخافيش عليها راه في ضمانتي غتبات حدايا معززه مكرمه حتى شي حاجه ما غادي تقيسها. مشيت فعلا لدارهم اللي ما خلاو ما داروا ليا وكبروا بيا ونعس مع امو في بيتها. هو دار هكا غير باش نقدروا نهضروا اكثر وعلى راحتنا. غيقول لي شوفي يا سناء انت دويتي معايا وانا سمحت في كل شيء وجيت وتنقسم لك بالله من نهار تفرقت معاك عمرني ما درت شي علاقه ولا دخلت شي وحده لحياتي حيت ما قدرتش ننساك. انا غير كنسمع وعينيا كيغرغروا. قال لي انا مازال باغي نتزوج بك اذا انت كنتي مستعده انك تبدلي من راسك وتنسي اللي فات وتكوني معايا امراه وبنت الناس، لانه وانا من دابا غادي نشد بيديك وغادي ندير على قبلك وعلى قبل ولدك المستحيل. قلت لي خليني عافاك نفكر. لا اسناء هادشي ما فيهش تفكير، انا بغيت الجواب ديالك ودابا. شوف فلان انا ما نوعدك بوالو، علاش ما توعدينيش اسناء؟ انا كنت مع داك الشماته كنشرب كل نهار حتى وليت مدمنه. قال لي انا غادي نعاونك تحبسيه، صدمني لدرجه قال لي اذا بغيتي تشربي انا نكون حداك ونعطيك بالقياس حتى تحبسيه في مره، انا اللي غادي نعالجك وندك عند الطبيب تتولي بخير. قبلت وقال لي غادي نجيب دارنا وغادي نجيو لداركم. تخيلوا معايا منين قلت ليه واخا بالفرحه غادي يطلع فوق سد داري وبدا كينقز. مشى تيجر كيف يقمو وقال ليها بلي انا غادي نمشيو نخطبوا سناء. بدات امو كتغوت بالفرحه، ناضت وجات لعندي كتعنقني وقالت لي انت يا بنتي وانا كنبغيك بزاف. بقيت تنشوف وتنقول شنو بغيتي يا سناء؟ ربي عوضك خير وانت كطيري، فين غادي تلقاي بحال هاد الناس؟ والولد ما شاء الله زوين ما ناقصه حتى شي حاجه، راجل في ظرف عامين مشى ودار دارو وخدمته وطوموبيلته، ماشي بحال الشماته الاول اللي كنت مزوجه به. جاو خطبوني وما خلاو ما جابوا ليا، نتوما مالي الخير. تخطبت انا وياه وقال لي خاصك تدخلي تقراي اللغه الفلانيه باش دوزي واحد الامتحان. فعلا دوزت ونجحت وجيت فيها انا الاولى. جا لدارنا ودرنا العقد في ظرف 3 شهور غادي يدفع ليا وغادي يخرجوا ليا الاوراق. جيت لعندو في 2021 انا وولدي اللي ما عطانيش الطليق ديالي الاذن ديالو انني نخرجو حتى سخفني. حنا قدينا كل شيء
طلعنا وهبطنا على دوك الوراق، كنا باغيين انه فقط انه يسني شهرين وانا تابعاه. المهم جينا ولقيت راجلي مصايب لينا الدار ومناقصنا حتى شي حاجه، واللي قلت لي جيبها ليا كيجيبها، عمرو تبدل عليا ولا اداني. فاش عرفتني خدت داك الشماته ديال الطريق ديالي، تزوجت وجيت للخارج، صيفطات ليا ميساج قالت لي فيه ايوا مبروك، شكون اللي قال بلي سناء غادي تجي؟ بحال كانت كتنص عليا ما جاوبتهاش وبلوكيتها. مرة تنقول راجلي بغيت نشرب وتنحس بيه اللي انه ما عجبوش الحال، ولكن كان شاد معايا الخاطر حتى قطعته لراسي. باش قطعته؟ فاش حملت بنتي في 2022، غير انا حملت غادي نحبس كل شيء. قلت انا هذه والتوبه. جاتني الحمالة صعيبة، غادي تجي عندي امو لمدة 6 شهور وهي مقابلاني كتجيب لي الماكلة حتى لفمي في بيتي. غادي نقلبوا على دار كبيرة حتى لقيناها، وقاد الولدي اللي ماشي ولدو بيتو وتصرف عليه وما مخصصو من حتى شي حاجة، واخر حاجة خارجة في السوق عنده اللي بغاها كتحضر، كيحرم راسو كيعطيه، هو كيتعامل معاه اكثر ما كيتعامل مع بنته، كيقول ليه بابا واللي بغاها كيطلبها منه، باه اللي باه وما كيعطي وما كيعيط ليه ما كيسول فيه. اليوم 3 سنين وانا مزوجه مع راجلي في اوروبا، عمرو ما عايرني بالماضي ديالي ولا نقص مني ولا طيح مني، واخا انا كنت كنتعصب بعض المرات وبدون سبب، ما عمرو ما سبني بالماضي ديالي ولا طيح مني، علما باللي انا عارف كل شيء ليا. عمر جبت ليا شي حاجه، عطيني لاكارت ديال البنكه ديالو كندير بها اللي بغيت وما كيتحاسبش معايا. جات عندنا ماما ما خلى ما دار ليها وبزاف ديال التفاصيل، وهذا الشيء كامل بالنسبه ليا هو العوض الجميل. ماما فاش كتبدا كتوصيني عليه قسما بالله حتى كتبدا كتبكي، كلشي تيوصيني عليه الحمد لله، اللي شافو تيقول لي عليه راه ولد الناس. شو غادي نقول لكم؟ ربي عوضني خير، والتجأت لمولانا وتصالحت مع راسي وشدت قاري بوليداتي وشدت قاري وبوليداتي اللي دايرين، شدت قاري وقاسه مع وليداتي اللي دايرين بيا. من هاد الحكايه ديالي كاملها اللي بغيت نقول للبنات هو كالتالي: ما تقضوش مع رحمه الله، دابا بابا وماما فرحانين ليا بزاف، ولا صحتهم كتحسن عندي فرحانه ليا بزاف، كلشي كيشوفني تبدلت للاحسن، ما بقيتش كما كنت، كنت شحال هادي دغيا كنتعصب ما بقيتش هكاك. اللي بغيت نوصل للبنات هو انه ما تقضوش مع رحمه الله، وماشي دوز عليكم شي حاجه صعيبه وتقولوا ربي ما غيعوضكمش خير، حيت ربي رحمته واسعة وكبيرة بزاف بزاف. ويلا وزين نقول لك واحد الحالة، عطا من القليل ربك يعطيك الكثير. وصل البنات على هاد القضية هادي، هو أنني كنت واحد البنت من رغم هاد الشي كامل كنت ديما كنعطي كنعطي كنعطي، تقدر تكون عندي درهم نشوف شي حد نعطيها ليه ونبقى بلاش، قسما بالله وربي شاهد عليا وبرسول هادي، وكنتعامل مع الناس بنية طيبة وما كان حقد شو قلبي بيض بزاف بشهادة الجامعة. ربي عوضني الخير بالرغم من داك الذنوب كاملة اللي درت، ربي عوضني الخير. واللي بغيت ان الناس يقولوا لي في التعاليق واش ربي غيسمح لي على داك الشراب اللي شربته وعلى داك المعصية اللي درت مع هذاك. وكنوصي البنات انهم يسمعوا يقراوا ويسمعوا الهضرة والديهم، يسمعوا الهضرة والديهم، راه اللي قالوها والديكم هي اللي كاينة، والديكم ما عمرهم غيبغيو لكم شي حاجه اللي خايبه. دابا تخيلوا انا كون ما تلاقيتش مع هاد ولد الناس كيف كنت غنكون؟ كيفاش كنت غنكون؟ كيفاش كانت غتكون حياتي؟ ها هو انقذني انا وبنتي وبغاني كيما انا وبعيوبي وتحملني. يعني ما تقوليش انك الا تفارقتي مع واحد الشخص اللي هو بحال قلتي نقطه سوداء حياتك، ربي ما غيعوضكش خير. لا، كاينين ولاد الناس، كاينين ولاد الخير، كاينين ولاد الجود، كاينين ولاد الكرم، كاينين ولاد اللي مربيين. هادشي اللي بغيت نقول، وشكرا شكرا شكرا لك بزاف بزاف. هذه هي حكايتي، وهذه كانت حكاية سناء يا سادة الكرام. هو الأول غادي نجاوب صاحبة واحد التعليق البارح اللي كانت سولات عافاكم شرحوا ليا ولا فهموني كيفاش هذاك الشماتة مشى عنده 5 سنين للخارج وعنده غير إقامة فيها عام وجاب قورية باش دير ليه الوراق. هذا هو كان الرد أو الجواب سولت هذا السؤال. نجاوبها حيت مازال ما حطيتش الجزء الثاني. مشى في عمره 5 سنين، الطلاج ديالو ديك الوقيته كان في عمره 5 سنين من الدار وباه، اخته الكبيره كانت اللي كبر منه بعام كان عندها 6 سنين. المهم بقاو قراو تما، دخلوا باو من المدارس، عطاتهم الدوله هي اللي كرات ليهم حيت مشاو على حساب الدوله، هي اللي كرات ليهم باهم بقى خدام صافي. من بعد هو بغى ياخذ الجنسيه، فهمتي؟ بغى ياخذ الجنسيه حيت الا تزوجتي قاوريه في الاول غيعطوك الاقامه ديال 10 سنين من بعد غادي يعطوك الجنسيه. علاش هو فاش قلت لك كان كيجي للمغرب كانت عنده غير الاقامه ديال عام، ما خصوش يفوت 6 شهور، الا فات 6 شهور في المغرب يمشيو ليه وراقي.
ولكن ملي كيكون عندك الجنسيه ولا الاقامه 10 سنين ما كاينش ما تقدر تجلس في المغرب الوقت اللي بغيتي. فهمتي كيفاش؟ دابا راه عطاوه الاقامه 10 سنين، حيت باش يعطوك 10 سنين خصك تكون شتي 10 سنين تابعه في الفاصل. هي هذيك كان جاب معاه ديك القوريه حيت كون دار معاها لاكت ودخلوا فرنسا غادي يدفع بانهم في المقاطعه ديالهم غادي يدفع بانها تزوجات به وغادي يعطيوه لاكارت ديال 10 سنين، من موراها غدوز واحد الشويه غادي تدفع ليه الجنسيه. فهمتي كيفاش؟ وهذا الشيء كان فقط كتوضيح، اما دابا خليني نعطيكم رايي ديالي في هذه الحكايه. سناء سولاتكم واش ربي غادي يسمح ليها على اللي فات، على ديك المرحله ديال الخمر. انا غادي نجاوبها بيد ما غادي تقرا التعليق ديالكم. غادي نقول لك سناء بلي انه ماشي البشر اللي كنسولوه واش ربي يسمح لينا، هذوك غيبيات. ربما غادي تلاقي مع واحد قلبه قاسح وغادي يقول لك بلي انه ربي عمره ما غادي يسمح لك. ربي ارحم بنا من والدينا، ربي اقرب لنا من داك الحبل السري اللي كان لاصق فينا في كروش مواتنا، فلا داعي للقلق. مادام انا كتبتي وندمتي فربي غفور رحيم. كل خصك تعرفي بلي انه حنا بني ادم خطاء، حنا غير بشر، كلنا طحنا في اخطاء في حياتنا، غير هو كل واحد درجات الخطا اللي دوز فينا اللي تيندم وفينا اللي باقي مازال في الغفله ومستمر. واكبر دليل بلي انه ربي تيبغيك هي انه رحمك بهذا الشخص اللي صراحه ما كانش مضطر انه يتزوج بك، لكن ربي زرع في قلبه المحبه ديالك وفعلا تهلاي فيه وتهلاو في بعضياتكم، وله جزاء الاجر اللي دار معاك. حكايه جميله، حكايه فعلا فيها عبر باللي انه ماشي ضروري كيف قلت لكم في بدايه القصه نتاع البارح خص يكون ناقصنا حب باش انا نمشيو نقلبوا عليه بلاصه واحده اخرى. ربما تنكونوا باغين غير نعيشوا دوك القصص لكن كنختاروا اشخاص خاطئين. واخا والدينا مساكن تيديروا معنا المستحيل، حنا كنخليوهم بلا حلول وتيضطروا انهم يمشوا معانا في الهبال ديالنا غير باش يشوفوا الضحكه في وجوهنا، لكن في الاخير ما كتكون لا ضحكه لا والو. خصنا نستافدوا بلي انه الا قال لك باك ولا امك هذاك الشخص ما تمشيش معاه، ما تمشيش معاه. اذا تعكس لك باك ولا امك على واحد الشخص انك ما تزوجيش به، النصيحه مني وعلى حساب هاد 250 نتاع الحكايه اللي سمعت، اي ام او لا اب تيقول لبنته انا موافقش على هذا الزواج الا وسبحان الله ما تيكملش هذاك الزواج او لا تيخرج خلل او لا كتعيش ديك البنت او ديك الزوجه العذاب. فالوالدين تتكون عندهم درايه بالمشاعر سبحان الله، وبقوه التجارب غير كيتحط الشخص قدامهم تيكونوا عارفين انه شنو تيسوى. نتبعوا والدينا، واخا قلوبنا غادي يكونوا باغيين داك الامر نفوضوه لمولانا، والا ما كانش لينا ما كاينش لاش اننا نجريو من موراه، لانه عمره ما غادي يصلح لينا وعمره ما غادي يكون خير لينا. اللي كتعيش اليوم شي عذاب ولا شي الام ديريها بحال شي ورم جاك في الجسم ديالك واضطريتي انك ديري عمليه وتحيديه وغتبقى لك السيكاتريس. اللهم تحيدي داك الورم اليوم او لا انتشر لك داك الورم ويرجع لك خلايا سرطانيه في الجسد ديالك كامله ويبدا كيقتلك كل نهار بشويه بشويه. فيمكن قلت كل شيء وما خليتش لي فيكم فين تعلقوا، ولكن انا محتاجه نسمع تعاليق ديالكم لسناء، محتاجه انني نشوف الراي ديالكم في هذا الجزء الثاني. ودمتم في رعايه الله وحفظه، ونقول لكم نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سمحوا لي لانه ما كنتش قد الوعد ديالي وما قدرتش انا نحط لكم جزء البارح، لكن ها هو عودت لكم باليوم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب وانكم تشاركوا هذه القناه مع القريب والبعيد باش كل شيء يستافد. وسلام سلام.